شكرا. اليوم 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 الأول يلي نائب الحاكم عم يستلم فيه حاكمية مصرف لبنان. بعض تسائل عن الدعوات يلي عملناهم من 3-4 أسابيع لنواب الحاكم على لجنة الإدارة والعدل، وليه عملتوا هالدعوات؟ جواب هين، المسار يلي كانت اخدته الأمور كان مسار واضح، كان في إرادة عند البعض بمخالفة الدستور والقانون، إما بالتمديد للحاكم يلي خلص مدته أو بتعيين حاكم جديد. هؤلاء الأمرين إن مخالفين للدستور، لأنه حكومة تصريف الأعمال ما بتقدر لا تعيين ولا تمدد. كان في من الضرورة إنه نحن نفتح هذا النقاش على مصراعيه لحتى القانون ياخذ مجرى، وانا بعتبر انه القانون اخذ مجرى بانه استلم نائب الحاكم مسؤوليته. هذا الشق الاول. بس كمان كان في شق ثاني ضروري بالقانون وبالدستور، انه نوضح شو رح يكون موقف النائب ومساعدينه نواب الحاكمين التانيين بالنسبة سواء للمرحلة الماضية أو للمرحلة القادمة. وهون أنا بهمني كتير أقول، لأنه البعض بيعتبر أو بيعتقد خطأ أنه نحن عملنا زيح بين المرحلة الماضية والمرحلة الجاية. بتعبير آخر، عملنا زيح عن شغلتين: زيح عن ممارسات الحاكم الرايح وصرفه وإهداره لأموال اللبنانيين والمودعين والهندسات المالية وكل يلي صار، واثنين إذا عملنا زيح حول هل كان نواب الحاكم بفترة الثلاث سنين استلموها عم يعملوا مهمتهم، هل اعترضوا، كيف اعترضوا، هل مفوض الحكومة عمل دوره، هل وزير المال عمل دوره، هل الحكومة عملت دورة. كله جوابي واضح لكل اللبنانيين، لا، ما في زيح عن الماضي. نحن رح نكفي ندقق بكل يلي صار بالماضي، رح نكفي ندقق لأمرين: واحد لنحاسب، بس في أهم، لأنه ضروري بدل ما نفتش منين بدنا ناخد أموال، إذا بدنا ناخد من المودعين أو من الضرائب، نفتش كيف بدنا نستمر، كيف بدنا نسترد، نفتش كيف بدنا نسترد المال يلي انسرق. وهالشي بيتطلب ثلاثة مواضيع. الموضوع الأول، انرفعت السرية عن كل قضية الدعم، وأرسل كتب، وهيك أكدوا نواب الحاكم بالجلسات يلي عملناها، أرسل كتب لكل الوزراء عن كل عمليات الدعم يلي تمت. مع الأسف لم يتجاوب لليوم الوزراء، بس هيدا موضوع أنا كمان بوعد إنه كل قضية الدعم يلي حصلت ستكون موضوع متابعة دقيقة لحتى نستعيد للبنانيين ما هدر من أمواله. بده ينرفع السرية عن كل محاضر المجلس المركزي، لنبين بكل الفترات كل يلي كان عم بصير بهذا المجلس، هل مين كان عم يعترض، شو القرارات المأخوذة، شو دور مفوض الحكومة. وهيك منحط كل الأمور بنصابها. برجع بقول، من مال لنسائل ومن مال لنسترد كل الأموال يلي هدرت على المحسوبيات،
على القيود، على القروض المدعومة، على المساعدات يلي أعطيت لمؤسسات بفوائد صغيرة ووظفت كل هذه الأمور. وبالتالي أنا بدي أقول للبنانيين مش عم نطوي صفحة، نحن عم ننتقل لمرحلة ما فيها تكون خيرة ومسؤولة إذا ما كشفنا كل ممارسات الماضي، حسبنا عليها واستردينا كل الأموال المسروقة أو المهدورة. هون بدنا نكون كتير واضحين. بارح ما صار عملية عم نقول زيح فيها، بارح صار متغير. هالمتغير بده يسمح لنا نرجع لكل الماضي ونحمل مسؤولية لكل واحد تلكأ بالماضي، مين ما كان يكون، حاكم، وزير المال، مفوض الحكومة، حتى نواب الحاكم إذا ما عملوا مسؤوليتهم. هيدا موضوع قيد التدقيق، والتدقيق مش بس للمساءلة، لاسترداد الأموال. صار شغلي تاني مبارح مهمة، شغلي تاني المهمة صارت مبارح هالموقف يلي أخده نائب الحاكم ويلي اعتبر فيه إنه كل اللي كان عم ينعمل بالمصرف المركزي غير قانوني ولا يتلائم لا مع دور مصرف لبنان ولا مع قانون النقد والتسليف، وأنه يصدر هذا الموضوع عن نائب الحاكم اللي بده يستلم. أنا بعتقد شغلة لازم الكل يتوقف عندها، وهون بدي أحدد بعض النقاط يلي منا ننطلق منها يلي عم نقيمه نحن. بالأول يجب أن تتوقف سياسة الاستدانة من المصرف المركزي للحكومة. السياسة يلي اتبعت على 30 سنة وأدت إلى ما أدت إليه الأمور ما بقى فيها تكفي إطلاقا. مصرف المركزي من شغلته إطلاقا يدين الدولة. وهون وقت ما نرجع لنعمل التقييم العام حول التوازن المالي وكل هالأمور، مجبورين نمرق بكلها، لأنه الديون يلي استدتته الدولة يلي هن من أموال المودعين يلي حطوهم بالمصارف، مصارف عطيون لمصرف لبنان، ومصرف لبنان خلافاً للقانون دينهم للدولة باعتراف نائب الحاكم، هودي كلهم بدون يدخلوا بالمحاسبة لوقت بدنا نرجع أموال المودعين، الدولة أولاً، مصرف لبنان ثانياً، والمصارف ثالثاً، وخاصة إذا كانوا عم بخالفوا القانون بتدين الدولة، هودي لازم كلهم نقدر نستعيدهم لحتى نرجع أموال المودعين. فإذن الشغلة الأولى ما بقى في تدين من مصرف لبنان للدولة. الشغلة الثانية، ما في سياسة نقدية مستقلة عن السياسة الاقتصادية والسياسة المالية، هو كلهم بشكل وحدة لا تتجزأ. وكل مطالبتنا نحن كانت للحكومة وقت اللي عم تطرح قوانين، تفضلي قدمي لنا خطة فيها سياسة اقتصادية مالية نقدية متكاملة لنقدر نتعاطى معها. رجعنا مبارح سمعنا نفس الكلام من نائب الحاكم، وهيدا بدل كمان انه كل هالصوت يلي نحن كنا عم نرفعه خلال السنوات الماضية كنا محقين فيه، وطبعا انه نسمعه عن نائب الحاكم عم يجي يقول لا سياسة نقدية خارج سياسة مالية تضعها الحكومة واقتصادية، نكون يعني عم نعالج أو عم نجرب نتعاطى بسياسة نقدية وكأنه هي المدخل وهي منا المدخل. وهون بهالإطار بدي أرجع لأقول قبل ما نحكي كمان حتى بالسياسة المالية والنقدية والاقتصادية،
ما نحكي بالسياسة العامة، لأنه إذا ما في دولة ما في سياسة مالية نقدية واقتصادية. إذا ما في دولة شو معنات ما في دولة؟ إذا ما في ضبط حدود، إذا ما في ضبط تهريب، إذا ما في جمرك، إذا ما في دولة بتحترم حالها علاقاتها مضبوطة مع كل الدول، إذا في فريق ضمن الدولة أكبر من الدولة، إذا كله سايب، عبثا نحكي عن سياسة مالية ونقدية واقتصادية. كله هلأ أكيد يلي عم بصير هلأ، دولة بلشت تدخل، عظيم، عامل إيجابي، وما نضل نحكي بالسلبي. إذا مطلوب اليوم ترجع الدولة تجبي، كمان عامل إيجابي. بس هودي كلهم مثل ما عم بحط مي بسلة مفخوتة، إذا ما رجعت الدولة كلها سوا، ضبطت حدودها، طبق القانون على كل الناس، وقف التهريب، طبقنا القوانين على كل اللبنانيين سواسية، هيدا هو المدخل. وبهذا الإطار هالمدخل له أساس واحد لاثنين، نبلش من انتخاب رئيس جمهورية، إعادة تكوين السلطة حكومة، ونكفي بهالسياسة. هون بدي اتوجه لأقول المؤتمر يلي عمله نايب الحاكم يلي اليوم هو مستلم صار الحاكمية، ضوع أهم نقاط وحكي بعدم مخالفة القانون، وهيدا بميزه تماما عن الحاكم اللي كان موجود يلي كان معتبر حاله هو فوق القانون، فوق المساءلة، متفق مع منظومة عم تغطيه طويلة عريضة. البعض اللبنانيين يعني تفاجأوا، بس لازم يتفاجأوا إيجابا وقت تسمى الأمور بأسمائها وحكي الأمور مثل ما هي. هذا لا يعني إطلاقا أنه ما نتوقف عند يلي قالوا، على القليلة لنقول إجا مين يقول الأمور مثل ما هي. هلأ البعض بده يحاسب عن الثلاث سنين يلي كان فيهم، بده يسألوا شو عملته شو ما عملته، هيدا حقه، بس على الأقل بده يتسجل له أنه إجا يقول كل اللي عم ينعمل غلط، وأنه أنا ما رح أمشي بهالغلط وما رح وقع، وأنا بشوف أنه لازم نعالج الوضع ككل. على القليلة يجب أن يسجل هالأمر له، وعلى القليلة وصلنا على مفترى عم نقول فيه يلي كان صاير منه سليم، تعوا لنعمل غيره. هون أنا بدي أقول تعوا لنعمل غيره وين ببلش؟ ببلش برأيي أنا لنكون صادقين مع الناس، أولا بانتخاب رئيس جمهورية، اثنين نخلص من المحاصصة، من تغطية السماوات بالأبوات، من تغطية المخالفات، من تغطية الهدر، وهيدا كله ولا ممكن يصير، برجع للكلام الأساسي، إلا بالمحاسبة عن الفترة الماضية. هون عندي مقطع صغير بدي وجهه للقضاء ولقاضي تحديدا. اليوم قام قاضي لبناني من تقريبا سنتين ونص، وأنا ما بدي أدخل بالأسماء، بلش بالتحقيق بقصة فوري وقصة حاكم مصرف لبنان. وأنا بقولكم أنه هيدا القاضي عملوا له كل شيء، رؤسائه غير رؤسائه، ليمنعوه من أنه يوصل بالتحقيق لمحل اللي لازم يوصل. هل تعرفوا أنه كل التحقيق اللي عم بصير برا انطلق من التحقيق اللي عمله قاضي لبناني، وكل يلي بيّن برا وصدر بموجبه مذكرات توقيف وحجز وكذا بيّن بلبنان، بلّش بلبنان من قاضي لبناني ما خلوه كفي؟ هيدا مفخرة للقضاء، والقضاء بيعرفه. بس يلي غريب انه هيدا بلّش عنا من سنتين ونص، اليوم في البعض يحاول التستر وعدم استكمال الموضوع. أنا هون بدي أتوجه
لكل قاضي بعده عم بكفي بالقضية لقله يا إما بدك تكفي لتعمل العدالة وتنطلق من الوقائع، لأنه ما عليه أنه هلأ حدا بيقدر يقنع حدا أنه خمس دول عندهم قضاء مستقل، عندهم قضاء ما عليه بيعمل اللازم يعمله، توصلوا لأدلة، توصلوا لوقائع، توصلوا لحجوزات، توصلوا لمذكرات توقيف، والقاضي القاعد عنا هون بدور وبحور بعد ما توصل لكلها. يا حبيبي إذا ما بدك تتوصل أو مش حابب تشوف أو ما بدك تشوف أو ناطر ليمرق الزمن وما تشوف، الله بيرضى عليك كرمال لبنان والقضاء اللبناني والمودعين والناس. عمول معروف تنحى تنحى اليوم قبل بكرة، لأنه ما منقدر ننزع سمعة كل لبنان وكل القضاء وكل اللي عم بصير لأنه حضرة جنابك ما بدك تمضي قدما بالموضوع. بنهي مؤتمري لأول اليوم، نحن أكيد ببداية مرحلة جديدة، نحن أكيد تبين أنه كل كلمة قلناها بالخمس ست سنين الماضيين ويلي أنا بلشت بالهيئة العامة بالألفين وسبعتاعش طلع معنا حق فيها، وهيدا أثبتوا نواب الحاكم بكلامه وعم تثبتوا الوقائع. نحن كل واحد بده يحاول يغير، كل واحد بده يوقف بوجه اللي كان عم بصير، كل واحد بده يقوم هالأعوجاج، ما منقدر إلا ما نشد عقيده ونقول له برافو عليك، إنما بدنا نضل منتبهين إنه هذه المعركة فيها موضوع أساسي يتعلق بالودائع والمودعين والناس، لازم يكون عطول نصب أعيننا. نحن من أول يوم كنا عم نخوض معركة المودعين، ما نضل نخوضها لآخر يوم، ودايما لازم نعرف أنه خطوة الألف ميل بتبلش بخطوة، إن شاء الله تكون خطوة نائب الحاكم هي الخطوة الأولى لنقدر نمضي قدما على الألف خطوة يلي كل اللبنانيين عم ينتظروه. يعطيكم ألف عافية. ايه بيعطوا شوية اكسجين بدون ما يسيروا حدا، ما هيك يا رئيسي؟ شو يا فيفي؟